أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. بعد النجاح الدبلوماسي المغربي، شان قريحة يزور باريس سرا. حل قائد الجيش الجزائري سعيد شان قريحة بالعاصمة الفرنسية باريس في مهمة سرية لبحث الوضع الأمني الجديد في منطقة الساحل بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل عن انتهاء عملية برخان العسكرية الفرنسية ضد المجاهدين في المنطقة حسب جون أفريك. وتتزامن هذه الزيارة مع الانتخابات البرلمانية المبكرة لانتخاب برلمان جديد، ومع الوضع الداخلي المأزوم للبلاد حيث تتفاقم المشاكل الاجتماعية ويستمر الحراك الشعبي الرافع لمطالب المؤجلة بعيد التحقق في الوقت الذي تنشغل فيه الجزائر بشمال مالي مقدمة انشغالات الخارج عن الداخل في سبيل تقديم صورة خارجية عن البلد كونه سابق لحل أزمة بلدان الجوار.